ساعات أحب عمري وعشق الحاجات ساعات أحب عمري وعشق الحاجات. قريبا الخال عبد الرحمن الأبنودي في مشوار حياته يحكي منذ البداية ولادته. تقول في الولادة النسوان بتبقى بتحزق لبرة، أنا بشفط لجوه. رحت داخل السلام عليكم يا عم، قال لي عليكم السلام، يا مرحلة يا مرحلة. فاكراني ولا كيف ما فاكر؟ أباي طمين، أنا بيمسك في حتت أنت عايشها. البت قالت لأبوها جكشوكة في ركبيتك، جكشوكة في ركبيتك، كل البنات اتجوزت وانا قاعدة في خلقيتك، وانا قاعدة في خلقيتك. اذا قيل الخال فهو عبد الرحمن الأبنودي، خال بحق وحي. اقتحم البيت مجموعة من الضباط والمخبرين المدججين بالسلاح، وفي لحظة انتشروا في كل ارجاء البيت، فقام الراجل مفزوع. يا ناس يا هو ألاقيها مش عاوزة تقول لي إن أنا بموت طبعا، ولكن تقول لي يعني معلش يا حبيبي، معلش يا عبد الرحمن، معلش. بتعتذر عن إيه؟ عن إنها بترحم. آه يا حبيبتي يا أم خصلة مهفهفة، قلبي اللي مرعوش الأمان لسه بيحلم بالدفا، لسه بيحلم بالدفا. الأبنودي يحاوره الكاتب الصحفي يوسف معاطي. أنا عايز أقول حاجة فعلا دي حقيقة، يعني إن السيرة الذاتية لعبد الرحمن الأبنودي هي السيرة الذاتية لمصر. عشان كده أنا سعيد، أنا حاسس إني مش بس بعمل عمل أدبي وفني على مستوى راقي، أنا بعمل عمل وطني. كل هذا تشاهدونه في مشوار الخال عبد الرحمن الأبنودي.